مدير مطار بالنيابه السنه الماضيه، نرحبوا بالاسره الاعلاميه ويحصل لنا الشرف انكم تجونا وتتبعوا الرحلات الجويه على مطاركم ماشي مطارنا، مطار عبد الحفيظ بوسوف اللي رجع لكم رجع له النشاط الجوي. ورانا متفائلين رجع بقوه النشاط الجوي هذا بسبب تغيير توقيت الرحلات. رحلات كانت عندنا في منتصف النهار بجهود المؤسسات العامله على مستوى المطار والجماعات المحليه راسهم السيد الوالي، تم تغيير توقيت الرحلات اللي راهي تجي صباح باكر وتجي في المساء. هذا على سبيل المثال اليوم 30 اوت عندنا عدد المسافرين القادمين من جزائر العاصمه 46، اي بنسبه 80% من تعبئه الطائره اتي اس 72، والذاهبين 32 باساجي هذو اللي راهم رايحين. نتفائلوا خير ونطلبوا من المسافر التيارتي انه يجي المطار مرحبا به، الخدمات متوفره، كل الشروط ملائمه أن يكون هنا رانا في خدمة المسافر التيارتي. وبما يخص توقيت تاع الطائرة دير 45 دقيقة في الجو، أنك في غضون ساعة راك في الجزائر العاصمة ولا في غضون ساعة راك في تيارت. ونتفائل إن شاء الله يكون هذا الخط يومي، تكون في علم المواطن التيارتي أنه هذا المطار مجهز بأحدث تجهيزات اللي يخلي الطائرات الدولية تحط. عندنا شرطة الحدود قائمة بكل واجبات تاعها، عندنا مؤسسة الملاحة الجوية قائمة بكل الشروط اللي توفر عليها لحماية الطائرة وحماية الركاب، كل المؤسسات العاملة على مستوى المطار جاهزة بنسبة 100%، وبارك الله فيك. الألعاب المائية. أنا راح في رحلة متيارت في الطيارة للجزائر في رحلة مع العائلة. في رحلة مع بابا ومراتي. للجزائر. للجزائر. Thank you.
عند سويتش.